مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، حنا كنتواجدوا مدينة الجديدة وبالضبط في حديقة محمد الخامس. سولنا الناس علاش جديدة والنواحي ديالها كيقولوا لها دكالة. إلا بغيتوا تعرفوا علاش جديدة والنواحي ديالها كيقولوا لها دكالة، أجيو معنا. عليكم. وعليكم السلام. أخ ناشط ليا من الرحلية. الحمد لله. مرتاح. بخير الله يلاه بخير. قول لي أنت ود جديدة. ود جديدة. وعلاش سماوها دكالة؟ سماوها دكالة معروفة بالقرعة أولا. معروفة بكسكسو. شي راه معروف عندنا في دوكالا الناس ديال الجود وديال الكرامه، معروفه دوكالا. بغى يجي المال دوكالا مرحبا بها. دوكالا وكاله ولا سماركاله؟ ولا سماركاله. سماركاله كيركلو كيركلو. معروفين دوكالا، محرين دوكالا. دوكالا لا عمرها دار الناس ديال الجود والكرام. نعم سيدي، كان مصور راسه، كان واحد النصراني هنا مصور، ما كانش تليفون ومصور راسه. مصور راسه بكري بحجره. بحجره مصور راسه وقاد راسه بحجره. ملي وحال الكاميو وحال تما تحيدني الرويضه. تحيدني. قال لي انت دير كالا. دير كالا. سموها دكالا. قال لي دير كالا. صافي هذيك دكالا. ودابا شي وحده ولاو كيديروا الكالا كاع. وصلتني وصلت. معروفه بالكسكس، كيصور معروفه بالقرعه الطيريه، هذيك القرعه الكبيره معروفه. حنا كنصوروا كسكس، معروفه بالخير وبكل شيء. هذاك الشيء علاش سموها دكالا؟ معروفه بالقرعه. الناس كورونا. الطيليه ولا الاخرى؟ كلشي 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 فيها شي ثلاث انواع. ثلاث انواع القرعه؟ ثلاث انواع، هذيك الكبيره، هذيك الصغيره، هذيك الكبيره الصغيره، كلشي طويله طويله كلشي. هادشي على اسمه، هادشي على اسمه دكالة. دكالة وكالة. دكالة وكالة. دكالة وكالة. دكالة حنا نسموها ليها، كانوا مثلا رجالة وكيخدموا وداك الشيء، هادشي باش تسمى تعطاو هذاك اللقب دكالة. شكون اللي عطا هذا اللقب ديال دكالة؟ كان مستعمرة من جهة البرتغال، وبقات هذيك الكلمه ديال دكاله من جانب البرتغاليين، هما اللي سموا دكاله. كيقول لك دكاله في القصعه وكاله. كمل سماركاله. تحياتي. شكرا سيدي، الله يحفظك.